السعودي يعني عنده في حمل الشرك جدا على المناطق المحررة. الشرك حول المقرات الأسواق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا في مركز الخنساء في قرية معقوسة تقام امتحانات التعليم الأساسي مادة الرياضيات. إننا نقوم بالعملية الامتحانية بالرغم من أن الطيران الحربي يملأ الأجواء، لكننا بالرغم من هذه الظاهرة نقوم ولله الحمد بالعملية الامتحانية على أقرب على أكمل وجه وعلى الوجه الذي يرضي الله عز وجل.